قبل ما كانوا يجي المودية كانوا هذوك الناس من الحركة الوطنية وهما اللي كانوا أسباب باش تكون تلوسما. نعود نذكر الأسماء اللي كانوا، كان فيها بالأخص محمد طالب الله يرحمه برحمة الله، كان حريزي، كان ربح الخضر، كانوا جماعة اللي كونوا لشما. بعد ما كونوا لشما سنوات من بعد هذوك الناس اللي راحوا البلكور كونوا سيربي 62، بعد ما كانت قبل سيربي كانت كان الوداد وكان كان الكاب وكان الوداد قبل، ولكن اللي فكر وكون سيربي الناس من الحركة ذكرتهم حريزي وربح الخضر، وكي كونوها مدوها للاخرين ولاد الحومه ولاد بلكور سيروا كونوا سيربي. وسيربي كلنا نعرفوا التاريخ اللي داردوا في الكره كره القدم، تاريخ تاريخ كبير. هذوك الجماعه هما اللي يكونوا النهض. نرجعوا ديما حريزي ديما ربح الخضر دخل معهم مصطفى كرميه وداروا ترأسوا بن صيام بن يوسف اللي باباه كان واحد العام هو بريزيدون تاع المولوديه في عهد 28 و 30، كان بريزيدون تاع المولوديه بن صيام محمود الله يرحمه برحمه الله. وهذا وليده بن صيام بن يوسف اللي مات كي كان في الحركه الوطنيه مع الجماعه كونوا النهض. وزيد على هذا ما واش نقول لك واحد زوج يعني الفريقين هذوما اللي خلقوا خرجوا كلهم خرجوا بالدفاتير والقوانين تاع الاستاتيو دي مولوديا. نذكروا مولوديا دو كونستانتين، مولوديا تاع العلماء، مولوديا تاع بجايا، مولوديا تاع سعيده، وزيد وزيد نسيناهم. هذو كلهم مولوديا كانت هي السبب باش مدت لهم القوانين نتاع المنظمه ولا تاع الجمعيه بهم اللي يكونوا. حتى لا جيسكا ما نقولش المولودية كونت لا جيسكا حاجة، ولكن عاونوهم باش عطاهم لي ستاتيو لي كير ستاتيو اون سيرفي اون سيرفي على كرياسيون دو توت سيكيب. هما اللي كانوا سبب. المولودية ما كانش تفكر غير في الرياضة، كانت تفكر باش تربي شباب وتربي رجال وتربي الرجال تاع 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 اللي غدوها من داك، وبتت الفكرة الوطنية وبتت حب الوطن. حتى الحق العام 1955 المولودية هي الأولى اللي قطعت وحبست يعني الرياضة في